وينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي هيثم الخزعلي. أهلا بك دكتور هيثم. دكتور هيثم هل تسمعني؟ يعني قبل بداية العدوى الفرز الذي من المفترض أن تبدأ إعادته يوم الثلاثاء بعد غد، قامت عملية التفجير في كركوك، يعني هل قرار مفوضية لعمليات العدوى الفرز له علاقة بالعمليات الإرهابية؟ طبعا مما لا شك فيه أن هناك استهداف لمراكز العدوى الفرز اليدوي خشية من ظهور نتائج تخالف النتائج التي ظهرت في أجهزة العدوى الفرز الإلكتروني، بالتالي هناك مستفيد يحاول يستهدف هذا المركز العدوى الفرز اليدوي عبر استخدام تفجير مزدوج، استخدام والعمل بنظرية التجديد الثالث باستخدام بعض عناصر عصابة داعش. كان هناك مزدوج استهدف مركز العدوى الفرز اليدوي أولا بصاروخ قاذف استهدف حماية المركز، ثم هجوم مفخخة على هذا المركز مما أدى إلى استشهاد وإصابة 17 شخص تقريبا. نعم دكتور هيثم، يعني حمل رئيس الجبهة التركمانية أمس أرشد الصالحي مجلس المفوضين مسؤولية أي فوضى أو إراقة دماء قد تحصل في كركوك، ما هي دلالات كلام صالحي ولماذا يحمل المفوضية دون أن يحمل الحكومة والجهات الأمنية المسؤولية؟ طبعا هو حاول أن يحمل المفوضية للتعب عن حالة الصخب، لأن التركمان كانوا يطالبون بإعادة عد وفرز كلي خصوصا في كركوك، ولكن قرار المفوضية بالعد والفرز الجزئي جاء مخالفا لطموحاتهم. ايضا من احد وتعاقد توقف المتظاهرين الذين تم التحشيد لهم من قبل. نعم دكتور هيثم، العدوى الفرز اليدوي، فبالتالي كان يحمل رساله مزدوجه بعرقله العدوى الفرز اليدوي وبإخافة المتظاهرين، كما ان تصديق الاخ دكتور هيثم. نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور هيثم الخزعلي أكاديمي وباحث سياسي، كنت معنا من بغداد.